مساء الخير، في حلقة جديدة من مباشرة الساعة 5. بظل تعقيدات كثيرة تطغى على وضع البلد، أكان بالشق السياسي واستمرار الفراغ الحكومي أو بالشق المعيشي والاستشفائي يلي للأسف تسوء في الحالة يوم عن يوم. بسرني بهالحلقة استقبل دكتورة ميرنا جرمانو الصحداد، أهلا وسهلا فيك، نقيبة أصحاب المختبرات الخاصة في لبنان. يعني اليوم للأسف المختبرات الطبية تدق ناقوس الخطر بالرغم من أزمة الأدوية وأزمة الاستشفاء بشكل عام بلبنان. خبرينا أكثر عن أزمة المختبرات اليوم وأمتى بدأت تحديداً؟ أزمتنا مثل أزمة الدواء، حتى الواحد ياخد دواء بده يكون عامل فحوصات مخبرية قبل، وحتى يتابع العلاج بده يكفي متابعة العلاج من خلال الفحوصات المخبرية. وقت بلش الشح بالأدوية بلشت كمان الكواشف المخبرية، يعني الأدوية اللي نحن بنستعملها للتحليل بالمختبرات بلشت كمان تقل. هلا وصلنا لفترة كانت من قبل وزارة الصحة ومعالي الوزير الصحة عامل اتفاق مع حاكم مصرف لبنان انه يندعم استيراد الكواشف المخبرية بنسبة 85% على الدولار المدعوم على 1500، والباقي يغطى من قبل المستهلك على سعر الفريش دولار، يعني سعر صرف السوق. وصلنا لمرحلة تأخر مصرف لبنان بتسديد الفواتير المستحقة للمستوردين. هذا الشيء سبب أنه صار في نوع من الخوف أنه ما يقدروا هالمستوردين يقدروا يستحصلوا على أموالهم، وفي بتعرفي ملايين الدولارات بالدق، حيث الفاتورة الصحية كتير ضخمة وضخمة جدا، ولا بمقدور مستورد أنه يكفي على هيدا الطريق او بهذا المنوال، انه يضلوا يستورد من دون ما يكون في استيفاء للديون. كنت بلقاء على فكره مع حاكم مصرف لبنان من يومين بخصوص هالموضوع. نحن ما التقينا فيه، التقى في وزير الصحه، نحن وفدنا من قبل وزاره الصحه مع اشخاص مندوبين من الوزاره، مسؤولين بالوزاره، واشخاص من نقابه المختبرات. رحنا وجربنا نسرع بالكشف عن الفواتير المستحقه للمستوردين، اذا حتى نقول له هيدي لازم تتسرع وتندفع على السريع، بحيث هيدي فيها اشياء حيويه. هل سميناها نحن كواشف حيويه، هي بتتعلق بالانواع الكواشف اللي لا غنى عنها، حتى يكون في مونيتورينج للمريض اذا فات على العنايه الفائقه، اذا بده يفوت على طوارئ مستشفى يقدر الحكيم يقرر بساعه الساعه شو لازم يعطيه علاج. اذا كشفنا على مئات الفواتير اللي كانت قيد الدرس بمصرف لبنان، وساعدنا القيمين على الموضوع انه يعملوا نوع يعني تري بين الاشياء اللي بتقدر تنطر شوي والاشياء اللي على السريع لازم تندفع على المستقبل. يعني اليوم فينا نعتبر انه الازمه الاساسيه يلي دخلت قطاع المختبرات هي نفسها الازمه او السبب اللي ادى الى الازمه بقطاع الادويه وبقطاع المستشفيات، نفس الاساس نفس المشكله مطرح ما كان هي السيوله هي السبب، وتوفر السيوله سيكون الحل. طيب اليوم بالنسبة لوضع المختبرات، هل صحيح أنه المختبرات الطبية داخل المستشفيات أعلنت إلى المواطنين والمرضى بعدم يعني اللجوء إليها للمعاينة الطبية وللتحاليل الروتينية إفساحا بالمجال إلى المرضى فقط داخل المستشفيات أو للحالات الطارئة؟ نحن بالمستشفيات بالمختبرات المستشفيات عندنا كمية كواشف معينة ومحدودة، فضلت المستشفيات انه توفر هالكواشف للمرضى الاخطر وضعا، هل هن في طور الاستشفاء داخل جدرانه. وطلبنا من كل الاشخاص هل ما عندهم فحوصات ضروريه الاجراء ياجلوا شوي مواعيدهم. يعني انا اليوم اذا عندي تشيك اب سنوي فحوصات روتينية، يعني الأفضل أنه ما أتوجه على مختبر مستشفى حتى أجري الفحص هناك، أتوجه على مختبر خاص مثلا، وحتى إذا بقدر كليا أجل إجراء الفحص بالفترة الحاضرة طالما تتبلور الأمور ونشوف وين رح يصيروا هالكواشف اللي نحن ناطرين وصولها على لبنان،
بيكون أفضل كمان. بس اليوم بالمختبرات الخاصة في مجال للفحوصات الروتينية الاعتيادية؟ الفحوصات الخاصة عندها كميات وفيرة من الكواشف شارينها قبل بوقت، بس في عندنا كمان مشكلة الحق. المشكلة الكبيرة اللي عم تواجه هلأ المختبرات اللي كانت بالمستشفيات أو المختبرات الخاصة هي الأسعار. مثل ما قلت لك في 85% مدعومة من قبل مصرف لبنان، وإن شاء الله تضل مدعومة وإن شاء الله يضلوا سير الدعم على طول السنة. إنما في عندك 15% هاللي المختبر بده يغطيها بسعر صرف الدولار، يعني بالسوق السوداء. هيدي صارت كلفتها أكتر بكتير من سعر الفحص للعموم. يعني إذا رحت تعمل فحص بكلفك 10,000 ليرة، كوني أكيدة أنه المختبر عم بيشتري هال 15% من حق المستلزمات الطبية اللي نحن بنستعملها بأكتر من 10,000، عم بيشتريها يمكن ب 15 أو ب 20,000. إذا اليوم المختبر بفضل ما يجي مريض على أنه يجي مريض ويتكلف عليه من جيبته، حتى ما يقول له ما فيني أعمل لك الفحص. يعني نحن في عنا مثل مهمة إنسانية، نحن مجبورين نلبي المريض، وما فينا نقول لمريض ما بقدر أعمل لك الفحص، بس قد ما فينا نقول الفحص بتأجل لازم نأجله، وبدنا نجرب نلاقي يعني الطرق حتى نلبي طلب المواطن من دون ما نحن كمان نكون مغبونين. قديش نحن فينا نكفي بالمختبرات الخاصة، على قدي وقت نستجيب لطلب المواطن إذا نحن ما عندنا كواشف، وإذا عم هيدي الكواشف بلشوا المستوردين يطلبوا منا ندفعها كمان كلها يعني 100% فريش دولار. عديك عن أسعار البلاستيك والحبر والورق وإلى آخره، هل كمان هيدي كلها بتتسعر بالفريش. يعني أزمة على المواطن كما هي أزمة على القطاع الصحي بشكل عام وقطاع المختبرات. طب بالنسبة لمختبرات المستشفيات، ذكرت أنه الأولوية هي لمرضى المستشفيات طبيعي. ولكن في حال يعني وصول مرضى بحالة حرجة، كيف بيتم التعامل معها؟ بالطوارئ أكيد الأمور الطارئة تعالج كأمر طارئ، وأكيد ما حدا بيرد مريض حالته دقيقة، أكيد لا، بيعملوا الفحوصات. هل في تحاليل طبية اليوم غير متوفرة بشكل عام بكل المختبرات بلبنان ولا مش لهالدرجة؟ في بعد الفحوصات نحن عم بقولك عم نجرب نوفرها، ما عم نفتحها للكل، بحيث نحن بنعرف انه هيدي ليست حيوية. نحن عملنا مثل نوع تصنيف للفحوصات بين الحيوية والغير حيوي. الغير حيوية بنقدر نأجلها، مع انه غير بدك تقولي لي مثلا فحص الكوليسترول، يعني بين تعملي فحص نقول للانزيم تبع القلب هل هن ضرورة قصوى ولازم تتأمل بالسرعة القصوى، وفحص كوليسترول فينا نأجله، بس بدك تقولي لي انه المريض فحص الكوليسترول مهم له كمان. يعني نحن يعني بالتالي يقدر الحكيم يوصف له الدواء الملائم لحاله. مزبوط، بس انه اذا اليوم اخرنا بفحص الكوليسترول ما في هالضرر اللي بينتج عن مثل التأجيل بفحص يعني انزيمات القلب. هي قصة برمجة الفحوصات بجدول زمني يعني معين، عم نأجل الفحوصات الغير ضرورية، إنما الفحوصات الضرورية لازم نعملها وبسرعة. هلا لحد الوقت هيدا كله متوفر، ونحن بنعرف إنه في بعض المستودعات فيها الكواشف المطلوبة، إنما مش عم تنصرف مثل ما لازم، بحيث في عندك هالمستورد هيدا حقه بيقول لك بلكي ما دفع لي مصرف لبنان. نعم. طيب بالنسبة للفحوصات الغير حيوية أو للفحوصات الروتينية، نعم، فرضا المواطن أو المريض يتبع يعني فترة معينة بعيدة كل 6 أشهر أو كل سنة، اليوم يعني المجال أكتر إلى الحالات الخطرة أو الحالات يلي داخل المستشفيات، ولكن هالطريقة ما بتنصف التوعية الطبية والحملات اللي كنا نشوفها من المراكز الطبية والمستشفيات. على سبيل المثال يمكن مرض سرطان الثدي يلي لازم المرأة تتابعه كل 6 أشهر أو كل سنة يمكن بعمر معين. وفي عندك البي اس الرجي، أمراض كتيرة، مرض الكولون،
صحيح كان في كل شهر كان في مرض أو أكثر بتسلط الأوضاع عليه حتى يصير في استقصاء عام بين المواطنين. اليوم بسبب الكورونا، بدي أذكرك إنه مرقت علينا سنة ونص بسبب الكورونا، ما عدنا سمعنا شيء من هول الأمور كلها. هلأ صارت الأزمة الصحية، صارت الأزمة غير الصحية اتجاه. غير اتجاه، يعني ما كنا نسمع شيء ولا على التلفزيونات حتى بالمجلات الطبية، ما عدنا نقرأ شيء غير عن الكورونا. كانت الكورونا مستقطبة كل الاتجاهات وكل الأفكار تبعنا. اليوم بلشنا نتجه على عودة هالأمراض إلى الشاشة مثل ما بيقولوا، إنما حاليا ما في إمكانية بإجراء كتير فحوصات كلها. ممكن المواطن يلاقي يعني بمتناوله كل الفحوصات موجودة، إنما يمكن مش بكل المختبرات موجودة. بقى بيصير يروح من مختبر، بيبعته لمختبر تاني، أو في نوع من التضامن صاير بين مختبر والتاني، بيبعتوا لبعضهم فحوصات أو كواشف. يعني نحن مثل جمعية أصحاب المختبرات عم نجرب قدر المستطاع نكون واقفين حد بعضنا وندعم بعضنا حتى نضلنا كلنا يعني مستمرين مستمرين. على القليلة. طيب هل عم بيصير في مواجهات أو احتدام بين يعني أصحاب المختبرات أو العاملين بالمختبر مع المواطنين والمرضى؟ المواطن والمريض بيتعجب إنه كيف ما مش متوفر الفحص، أو هلأ بدي أقول لك إنه نحن رفعنا أسعارنا كمان، أو ليش صار السعر أغلى. مش رح يفهم علينا ليش علينا السعر. يعني أوقات بيصير في نوع من الجدال أو التلاسن بين مريض وقيم على قد ايه المختبر. نسبة تقريبا ارتفاع الأسعار لحد الساعة؟ نحن أول شيء مهمتنا ومهنتنا إنسانية، إنما نحن من يعني رفع الأسعار كان مرتبط بمصيرنا. إذا ما رفعنا أسعارنا ما فينا نكفي. في عندك 20,000 عائلة، ما أقله 20,000 عايشين من وراء المختبرات. هولي كلهم كانوا إذا سكرنا هول بيروحوا يصرفوا، بيروحوا على بيوتهم. صاحب المختبر أو القيم على المختبر أو أخصائي المختبر ما بده يعيش كمان. يعني مثل ما تعرفي حضرتك، تشتري كيلو البندورة نقول ب1000، صرت تشتري ب5000، إنه نحن كمان بدنا نقدر نضلنا مكفيين. مشكلتنا الكبيرة مش إنه نحن ناخذ مصاري لجيبتنا أو نعيش برفاهية، لا أكيد هذا مش الموضوع. الموضوع نقدر نأمن سعر الكاشف. اليوم مثل ما سبق وقلت لك، إذا الكاشف بده تضل الأسعار على ارتفاع، إذا بدها تضل هال15% من سعر الكاشف الطبي هاللي مش مغطى بالأحرى من قبل مصرف لبنان، بده يضلوا على ارتفاع بحيث هذا الدولار عم بيرتفع بشكل جنوني. نحن ما بقى فينا نشتري الكواشف ونأمنه للمريض. لهالسبب أجبرنا ولو برفع التعرفة بطريقة بسيطة وضئيلة جدا. يعني نحن بين كل القطاعات اللي رفعت أسعارها، فيك تكوني أكيدة إنه نحن الأقل شيء رفعناها، ضلينا ناطرين لهلا تنرفع. يعني حتى حقيقة صرنا مخنوقين حتى رفعنا السعر. يعني الهدف الاستمرارية وليس الربح المادي. أكيد الهدف من كل هالموضوع الاستمرارية وليس الربح المادي. نحن ما عم نربح أو عم نربح أكيد حتى نقدر نستمر ونأمن لقمة العيش لمن يعمل معنا. وهيدا يمكن المريض مش رح يفهمه بسهولة، يعني لأنه بقول كمان هو يمكن هو بمحل كمان تاني كمان عم بيعيش اليوم أزمة تلفن لي أحد معيشة. الزملاء عم بيقول لي طيب إجا لعندي إجت لعندي مريضة، قلت لها هالقد السعر الفحص تبعك، راحت برمت بغير مختبرات ولقيت انه بغير مختبرات كمان السعر زيته اذا مش اكتر، رجعت لعندي لوت لي قلبي قال لي وعملت لها الفحوصات ببلاش. يعني نحن حقيقة نحن منا هون حتى نذبح المواطن، حتى نفرض عليه اسعار ما بيقدر يتحملها. يعني طبعا هو القطاع الصحي يعني هو بطبيعة الحال وبالدرجة الأولى رسالة إنسانية قبل الربح مظبوط، المادي رسالة أكيد. إنسانية، رسالة فيها مخاطرة. نحن بالكورونا كنا في الصفوف الأمامية، نحن أكثر شيء واجهنا، مع إنه الإعلام ما كثير ضوى على دور المختبرات بمكافحة الكورونا.
وهلأ نحن كمان بالصفوف الأمامية حتى نضلنا مستمرين بتأمين كل الفحوصات للمرضى حتى يقدروا يتنفقوا. طيب مؤخرا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وخلال يعني اجتماعاته أكيد المكثفة هيدي الفترة جراء الأزمة الصحية، دعا الجميع والنقابات، كل النقابات، كانت نقابة الصيادلة، نقابة المختبرات، الممرضين والأطباء، إلى التخلي عن منطق الربح لمصلحة المحافظة على حقوق الناس، باعتبار أنه بالفترات السابقة كان القطاع الاستشفائي والطبي من أهم الاستثمارات بالبلد، واليوم لما وقعت الأزمة لازم يتم وضع الربح المادي كليا على جنب. شو رأيك بهذا الكلام؟ كلام جدا مفيد وأنا بأيده 100%، ونحن كلنا بالنقابة من أيده. اليوم مثل ما قلت لك رفعنا التعرفة بشكل بسيط جدا حتى ما نحط خسارة، ونحن احتراما لرأي الوزير واحتراما لمجمل الزملاء هل كلهم أثنوا على ضرورة المثابرة بالعمل بطريقة تحمي المواطن بس تحمي كمان صاحب العمل. إذا نحن ما علينا كثير الأسعار طب مرتقب بترتفع الأسعار أكثر بالمرحلة المقبلة إذا ما صار في حل سريع للأزمة اللي أنتم فيها؟ بالقريب العاجل لا، نحن رح نضل حاطين حد للموضوع. نحن من آخر القطاعات اللي علت أسعارها، يعني نحن آخر شيء، بحيث عن جد نحن حسينا بوجع المواطن. هلأ شو بيصير بالمستقبل إذا صار الدولار ب50,000؟ الوضع كله بيتغير. الوضع كله بيتغير. طيب اليوم يعني عند الأطباء عم يوصل رسائل نصية يمكن من قبل المختبرات عم تطلب من الأطباء الاكتفاء بأقل عدد ممكن من الفحوصات الطبية تنطلب للمريض، والابتعاد عن طلب الفحوصات ضمن فترات زمنية متتالية. طبعا هون الحكيم يعني أول شيء بحاجة له تيشخص حالة المريض ويوصف له الدواء الملائم عبر المختبر، عبر التحاليل الطبية يشخص حالته المرضية. بس هون الطبيب يعني ما في يمكن بيعتبرها إساءة لكفاءته لجدارته لمسيرته المهنية. لا، هل بيصير بالمستشفى عادة؟ أكيد ما في حدا يعمل تشخيص طبي من دون ما يمرق بالمختبر، لأنه هيدا أساس كل العلاج. 70% أكيد. من التشخيص بيكون من خلال المختبر، يعني دور المختبر محوري وأساسي. في بعض الأوقات مثلا بفوت المريض على الطوارئ، أوكي بيرجع بيمرق على بغرفته، بيرجع حكيم تاني بيجي يمكن بينتبه إنه أول مريض، أول طبيب وصف له بعض الفحوصات، بيرجع بيطلب فحوصات مشابهة إذا مش ذاتها. نحن بس بالمستشفيات إجمالا القيمين يعني على الجسم الطبي، المدراء الطبيين طلبوا من كافة الأطباء هودي الطلاب اللي عم بيتدرجوا أنه ينتبهوا وقت بدهم يعيدوا إجراء الفحوصات. يعني في فحوصات لازم تجرى مرة بالنهار مش أكتر من مرة. نحن أوقات منلاقيهم طلبون على بكرة وطلبون عشية، ما قلن كتير فايدة إذا طلبوا اثنين بزيت النهار. نعم. بده يكون في 24 ساعة بين اثنين. في فحوصات مش لازم تنعمل كل يوم، في فحوصات يمكن مقدر نستغني عنها. إذا حتى نوفر الكواشف كان في هيدا الإرشاد، هيدا مش يعني إجباري، هيدا إرشاد. وحقيقة يعني كل الأطباء المتدرجين والأطباء القدامى في المصلحة بيقولوا لك أنه ما لازم الواحد يكتر من الفحوصات المخبرية، لازم يرجع أوقات يستعمل السماعة طبعاً. طيب اليوم هل في مختبرات وصلت لمرحلة أقفلت أبوابها كلياً لعدم قدرتها على تلبية الخدمات للمواطن؟ كليا لا، بس فيني اقول لك انه في مختبرات اجبرت على ارسال بعض الفحوصات لمختبر تاني، مختبر يعني زميل تاني، وصار في نوع من التضامن بين المختبرات حتى يلبوا كل مريض باي منطقه كان متواجد بكل الفحوصات المخبريه المطلوبه.
هل في مشاكل عم بتواجهوها مع الضمان الاجتماعي اليوم أو الجهات الضامنة؟ أوف كتير حطيتي إيدك على تحديدا. نحن اليوم مشكلتنا كبيرة مع الجهات الضامنة، مع هيدي المشاكل قبل الأزمة، هي المشاكل قبل الأزمة. وصلنا من سنة عم نحضر لنوع من الانتفاضة بحيث ما بقى فينا نكفي. الشركات التأمين بتدفع المستحقات تبعها بعد سنة، بعد سنتين، في منها في منهم صار لهم من 2019 بعد مش دافعين المستحقات تبعهم لبعض المختبرات. أنا هون بحكي ما عم بشمل كل الشركات التأمين، بس إنه أغلبية. وبعدين في عندك الشغلة الثانية، هي إنه أوقات بيقولونا أوكي في هيدا موافقين نحن على فحص معين، بيرجعوا وقت بوصل الفاتورة للدفع بيكونوا شطبوا. يعني نحن بنكون كلفنا، وفي هذه فحوصات غالية جدا، يعني مش رح يجوا يشطبوا لك فحص بكلف 2000 ليرة، بيشطبوا فحص بكلف 200,000. بس شو بيكون السبب يعني هون؟ ما بعرف، دايما في تعليل للوضع. والشغلة الثالثة انه في عاملين حاطين يعني المختبرات بنوع كومبيتيشن بيناتهم، انه ببعت لك انا بحول المرضى التأمين لعندك شرط تعطيني خصم. اذا كان المختبر كبير الحسم بيكون يعني متواضع اكثر نقول، من انه اذا كان مختبر صغير. المختبرات الصغيره اوقات بيقتطعوا ل 40% من الفاتوره تبعها، انه شو بيبقى له لصاحب المختبر او الاخصائي المختبر اللي عم بيجري الفحوصات واللي عم بيتكلف وعم بيتعب حتى يعمل هالفحوصات. يعني وقت بيجوا بيتبعوا لك مع شركات التامين رفعت اسعارها، يعني الاغلبيه منها شركة التأمين رفعت أسعارها، أكيد رفعت أسعارها، إنما ما رفعت التعرفة للمختبرات. نحن تواصلنا مع شركة التأمين وجربنا نلاقي حلول، إنما مجمل الزملاء لقوا إنه بهالحلول اللي توصلنا لها مع شركة التأمين ما في إفادة. بعد الشركات بدها تفرض حصومات، والحصومات كتير قوية هالأيام، ونحن إذا حتى من دون حصومات أنجأ عم نغطي مصروفنا. إذا بدها تكون هالحصومات بعدها مستمرة نحن بنكون عم ندفع على شركة التأمين من جيبتنا. إذن صار في مثل نوع تفاهم بين كل المختبرات عامة إنه نحن نوقف التعامل مع شركة التأمين. المريض هاللي بده يجي على المختبر بيدفع من جيبته وبيحصل مصرياته من شركة التأمين، وبأنه نحن رفعنا التعريفة تبعنا تعرفه صارت من يعني نحن عندنا مثل رمز بنضرب فيه كل فحص له عده رموز، عدد معين من الرموز اذا بدك. الرمز ال كان بالمختبر 245، اليوم نحن رفعناه لحوالي 600 650، يعني اكثر من دوبلت تقريبا الاسعار. مزبوط. اليوم نحن نفهم انه المواطن يعني بحالة مادية حرجة، بس نحن كمان نحن يا بدنا نسكر يا بدنا نعمل هيك، وضلينا نتخانق بمجلس النقابة، اتخانقنا تقريبا قديش بدنا نعلي القال، منهم بدهم يعلوا اكثر، ونحن ضلينا مصرين انه نضبط القال ضمن اطار معين حتى نكون انجأ مستوفين تعبنا بس ما نظلم المريض. اليوم صدر بيان عن نقابة المستشفيات بفيد انه في وضع حرج بما يخص مرضى غسيل الكلى، واذا ما صار في حل من هون لاسبوع حتوقف كليا يعني الخدمات تجاه هذا المرض. شو رايك بالموضوع؟ لهالدرجة وصلنا صرنا بحالة خطر؟ يعني مرضى الكلى حتى يعملوا الغسيل بحاجة هنا لنوع فليتر بيستوردون من ألمانيا، من أوروبا عامة، إنه هول لازم يكونوا متوفرين. إذا كانوا متوفرين ما في مشكلة، الطاقم الطبي موجود، الممرضات موجودين، الآلات هلأ موجودين بعدها ماشي، إنما مثل ما قلت لك المستوردين ما عم بيقدروا يأمنوا من دون دعم 85%. هلا بدك تقولي لي هالدعم يعني هل كان يعني
كان لازم يكون في إرشاد للدعم بطريقة مختلفة حتى ما يكون استهلكت الأموال بطريقة سريعة مثل ما صار. هيدا بخلي معالي وزير الصحة يجيبك على هذا السؤال. إنما نحن عم نقول إنه وين راحت كل هالأموال صراحة؟ يعني صرنا حسب ما شفنا بالفواتير المقدمة لمصرف لبنان، في كميات فواتير هائلة قدمت، و خصوصا وأنه دخل إلى لبنان هالسنة 35% زيادة عدد أدوية احنا اذا عن بنحكي السنوات الماضية، هل بتقولي عن الأدوية فيك وهي تقولي منقطعة من الأسواق. هل فيك تقولي عن الأدوية؟ فيك تقولي عن الكواشف. هول مثل اثنين توأم، يعني شو بيصير بهيدا المجال بيصير بهيدا المجال كمان. طيب برأيك اليوم مجهود وزير الصحة يعني لازم كمان يكون أكبر تجاه الكواشف الطبية والمختبرات مثل ما عم يكون تجاه الأدوية؟ اليوم عم نشوف مداهمات على صعيد أنا ما فيني أعلمه شيء بالموضوع، ما فيني أعطيه ولا رأي ولا إرشاد بالموضوع، بحيث هو أدرى مني، هو أخصائي مختبر وعنده مختبر كتير مهم ببعلبك، بقى هو بيعرف شو عم بيصير على الأرض، ونحن دايما على تواصل معه على كل الأحوال، دايما على تواصل وعلى اتفاق تام، وما بنعمل شيء إلا ما نرجع له. اليوم الوزير وعد بمجهود كتير كبير من ناحية تحرير الأدوية من المستودعات وتوزيعها إلى الأسواق في حال يعني تم الدعم وموافقة مصرف لبنان عليها. اليوم بعرف انه انبعت عدة فواتير من يعني ليست فواتير انبعتت من قبل معالي الوزير الصحة لحاكم مصرف لبنان حتى يصير في تحرير للأموال، وسمعت انه شركتين عرف وصلوا مصاري لحد هلا، يعني انه من كم ساعة إذا بلشت تتحلحل الأمور. نعم بلشت تتحلل بالدرجة الثانية، رح يكون في حلحلة للكواشف الطبية يعني برأيك؟ رح يصير في طريقة عمل مختلفة بالمستقبل، طريقة العمل رح تكون مختلفة. يعني قبل ما تفوت الكواشف على لبنان، أنا بحكي بس عن الكواشف، في بري أبروفل فورم، يعني موافقة مسبقة على الكواشف اللي رح تفوت، من جهة النوعية، من جهة الكمية، ومن جهة السعر. يعني هول الثلاثة كرايتيريا نحن رح نتبعون، ورح نتبعون بدقة قصوى، بحيث اليوم نحن ما بدنا نخلي يفوت على السوق كواليتي يعني جودة أقل من اللي نحن معتدين عليها ووعدنا المريض أنه نحن نستعملها. ابتداء من امتى رح تنطلق هيدي الخطه؟ هلا مفروض انه من يوم ورايح كل شيء بده يفوت بده يكون في بري ابروفل فورم، وفي شخص عم بتابع الموضوع بالوزاره بطريقه كتير قريبه ودقيقه، ما بعرف اذا بقدر اقول الاسم، بس هي كتير عن جد ماسك الملف وعم بدها تشتغل بهال، يعني كلفت بدرس هالشيء. يعني اليوم يبدو انه في جهود، يعني في جهود كثير كبيره لحل حاله الوضع وللسيطره على كل اللي عم بيفوت. اليوم نحن مثل ما قلت لك بظرف شهر لاحظنا ورود كواشف الى لبنان نحن ما كنا معودين نستعملها، يمكن تجي من بلدان نحن ما معودين نستورد منها، يمكن تكون كثير منيحه، بس قبل ما تفوت نحن بدنا نعمل لها نوع تقييم، اذا قيمت هالمواد وكانت جيده ليش لا فيهم يفوتوها، خصوصا اذا كانت ارخص. يعني المهم تكون بجوده عاليه، مش مهم من وين المصدر. مش مهم المصدر، يعني بتعرفي من زمان كنا نقول الصين، الصين اليوم مصدر كل شيء بهالدنيا، يعني حتى الكواشف اللي بنشتريها من اوروبا او من امريكا بيكون مصنعه بالصين، واعاده التعليب تبعها بيكون بامريكا او باوروبا. اذا بس في عندك مصادر مثل الهند، مثل ما بدنا نسمي هلا بلدان، في عندهم نوعيه كثير كويسه، بس مثل كل البلدان في بذات ذات النوع ذات الكاشف بتلاقيه بنوعيه جيده جدا ونوعيه متدنيه. اذا نحن مهما يكون البلد الاستيراد بدنا نكون اخذين
أفضل شيء ممكن. يعني الهدف ما نتراجع بالنوعية. أكيد. رح نتابع حديثنا معك دكتور ميرنا، ولكن اسمحي لي قبل انتقل إلى نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان دكتور سليمان هارون. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. رح انطلق من البيان اللي صدر اليوم عن نقابة المستشفيات اللي أعلن عن نقص حاد بمستلزمات غسل الكلى، مما يهدد بتوقف هذه الخدمة اعتبارا من الأسبوع المقبل في حال عدم تسليم المستلزمات للمستشفيات خلال الأسبوع الحالي. كيف برأيك لازم تتحرك وزارة الصحة أو الجهات المعنية تجاه هذا الموضوع طالما نوصل لهذه المرحلة المؤسفة؟ أول شيء تحية لألف ولزميرنا. بالنسبة لقضية التليف، نحن في مستلزمات طبية مستعملة لكل جلسة غسل الكلى. المستوردين هن منهم كتار، يعني ثلاثة أو أربعة مستوردين بيجيبوا مستلزمات طبية لغسل الكلى. يعني كانوا عم بيبلغونا تباعا إنه هن ما بقى فيهم يسلموا على السعر المدعوم، وبدهم يصيروا يسلمونا على سعر السوق إذا مصرف لبنان ما أمن لهم دعم. هذا معناته عمليا بتزيد كلفة جلسة الكلى 400,000 ليرة. نحن كل شيء بناخد عليها 250,000، وعلى الأكيد الأكيد نحن منا مستعدين نحمل المريض أي فروقات، وخاصة بهالمبالغ هذه. يعني المريض بيعمل 13 جلسة بالشهر معدله، يعني إذا 400,000 ليرة على كل جلسة عم نحكي عن 5,200,000 ليرة بالشهر بيتحملها المريض، هذه منا واردة. نحن رفعنا الصوت، نحن للحقيقة أنا ما بعرف إذا في موجود بضاعة أو مش موجود بضاعة، إذا مدعومة أو مش مدعومة، يعني هذا موضوع بينحل بين المستوردين ومصرف لبنان. نحن ما فينا ما نستلم مستلزمات لغسيل الكلى. إذا موجودين بدهم يسلمونا إياهم، وبعدين هن بيتصافوا مصرف لبنان بالنسبة للدعم إذا بدهم يدعمون أو لا. بالنسبة لوزير الصحة، هو يعني كان في اجتماع الأسبوع الماضي بوزارة الصحة وحكينا بموضوع النقص، وهو قال إنه بده يتواصل مع مصرف لبنان، وتم التواصل مع مصرف لبنان بس، وأخذوا وعد انه رح يدعم هالمواد هذه كما الكواشف المخبريه اللي عم تحكي عنها الدكتوره. ولكن بعد الحديث هلا عمليا منو مأكدين المستوردين انه مصرف لبنان رح يدعمه، صار فيها الاشكال هذا. احنا بيهمنا انه ينحل وبعدين يشوفوا شو بدهم يعملوا مع مصرف لبنان، بس ما فيهم يوقفوا تسليم المستشفيات المستلزمات لغسيل الكلى. طيب دكتور، اليوم يعني بانتظار الحل الجذري لهذا الموضوع، اليوم في مرضى عندهم جلسات غسل الكلى الأسبوع القادم، يعني بعد كم يوم، شو رح يكون مصيرهم؟ هل عارفين شو مصيرهم؟ بالضبط هذا اللي عم بحكيه، ممنوع توقف عن تسليم المستشفيات المستلزمات. يعني اليوم هيدي الخدمة، يعني المستشفيات ستستمر بتقديمها الأسبوع المقبل يعني على الأقل؟ بس بدنا يسلمونا المستلزمات اللي بنستعملها كل جلسة، في فلاتر بنستعملها وبيكربونات وإلى آخره، يعني ما بدي ضيع المشاهدين بتفاصيل. كل جلسة بتطلب استعمال مستلزمات معينة، هيدي ما فينا نعمل الجلسة بلاها، هيدي المستوردين لازم يسلمونا إياها مهما كان الأمر. إذا كانت موجودة عندهم، إذا مش موجودين يقولوا ما عنا إياهم، بس إذا موجودين عندهم بدهم يسلمونا إياهم، ما في غير حل. يرجعوا بيحلوا القصة المادية مع مصرف لبنان ومع وزير الصحة، هذا أمر ما بيحمل تأجيل أبدا. نعم. طيب دكتور، بالنسبة لوضع المختبرات الطبية اليوم داخل المستشفيات الخاصة، عم نحكي بهالموضوع بالتفصيل مع دكتور ميرنا، وشح الكواشف الطبية، كيف عم بيتم التعامل تحديدا مع المرضى يلي عم بيجوا من خارج المستشفيات أو عم بيجوا ليعملوا تحاليل صحية يمكن مش ضرورية بهالوقت الحالي؟ لا، ما فينا نقول مش ضروري، يعني كل أو بتنطق إذا فينا نقول فحص مختبر بيطلبوا طبيب، كل فحص مختبر بيطلبوا طبيب،
مفروض انه يكون ضروري له للتشخيص. يعني ما عم بينعطى الأولوية لمريض قبل مريض. نحن ما أغلبية ساحة من المستشفيات حاليا ما عندها كواشف كفاية لحتى تعمل فحوصات للمرضى الخارجيين، مالاد اكستير بنسميهم، يعني يلي منهم موجودين بالمستشفيات. ما عم نقدر، في شح كبير بدنا نسلم بالكواشف. نرجع على ذات الخبرية، السؤال الكبير هو هل يا ترى الكواشف موجودة ومش عم بيسلمونا اياهم، او انه مش موجودين؟ يعني في لما نقول بندفع بسعر السوق على دولار 14000 ليرة، في مستوردين عم بيسلمونا، يعني موجودين، بس المشكلة انه بدهم يسلمونا اياهم على 14000 ليرة، وهذا رقم خيالي. يعني بتصير الفحوصات بده ينضرب كلفتها باربع مرات وخمس مرات، ما حدا بيقدر يتحملها هيدي. يعني انا بتاسف انه يكون بهالظرف هذا في هالضياع، يعني كلنا ضايعين. هلا المستشفيات غالبيتها الساحة ما بتقدر تعمل فحوصات للمرضى الخارجيين. يعني تخيلي مريض عم بيروح عند حكيم بالمستشفى بالعياده الخارجيه، طبيب بيطلب له فحوصات، المستشفى منا قادره تامن له اياهم، طيب كيف بده يشخص المرض؟ يعني في مشكلة كثير كبير. طيب شو اقتراحات معالجة هالأزمة بأسرع طريقة ممكن، يعني الحلول المتوفرة هلأ حاليا؟ بدي اقول لك شغلة بصراحة، نحن مثل ما نحن هلأ حاليا الوضع بالبلد، وحذرنا سابقا انه كل يوم رح يكون أسوأ من يوم، كل يوم عم يطلع لنا خبرية جديدة. عاملين مثل الأطفائجية، ها في حريقة بنروح بنطفيها، بنخلص منها بتبلش حريقة محل تاني. هيدي رح نضلنا هيك لحتى تجلد حالة البلد. ما ممكن تجلد حالة البلد إلا ما يصير في حكومة ويصير في إصلاحات. يعني نحن صار عنا تواصلنا مع جهات دولية لحتى يساعدوا القطاع الطبي، وتحديدا البنك الدولي، وعملنا اجتماع معهم، وعملنا اجتماعات مع سفارات دول غربية لحتى كيف يدعموا القطاع الاستشفائي والقطاع الطبي. كلهم كنا نسمع منهم ذات الجواب، بده يصير في حكومة، الحكومة بدها تبلش بالإصلاحات، ونحن مستعدين نساعد. هن في قطاعين كلهم مستعدين إنه يساعدون، القطاع الاستشفائي والقطاع التعليمي. ولكن إذا ما انحلت الأزمة السياسية بالبلد، كل يوم رح يكون أسوأ من يوم. نعم. للأسف صرنا قايلينها مليون مرة. طيب دكتور، بانتظار حلحلة الوضع الحكومي وهيدي الأزمة، اليوم وزير الصحة عم بيقوم بمداهمات على مستودعات عديدة، يعني تحتوي على أدوية يمكن وعلى مستلزمات طبية. برأيك يعني هل هيدي خطوة باتجاه تحرير الأدوية وتوزيعها إلى الأسواق والمستشفيات وتحرير المستلزمات الطبية المقطوعة بالأسواق؟ طبعا ضروري بالشغلة تحصل، وشغلة منيحة، لأنه بدنا نعرف نحن كل واحد عم يحكي شيء، مصرف لبنان بيحكي شيء، والموردين بيحكوا شيء ثاني. هل يا ترى هالبضاعة موجودة أو ما موجودة؟ إذا موجودة بالمستودعات بدهم يسلموها، ما بيقدروا ما يسلموها. ما فيهم يقولوا إنه مصرف لبنان بعد ما دعمنا حتى نعطيكم إياها. أنتوا استوردتوها على مسؤوليتكم وجبتوها على مسؤوليتكم على أساس في دعم. بدكم تسلموها للمستشفيات على أساس مدعومة، وبعدين بتحلوا مشكلتكم أنتوا مصرف لبنان. ما حدا ضربكم عيدكم تستوردوا. بما إنه استوردتوا ما فيكم تجوا هلا تكبوا المشتل على حدا تاني، انتم بدكم تتحملوا مسؤوليه وتسلموا المستشفيات، واللي هذا مش عم بيصير. يعني انا ما بفهم انه بحدا عنده مستلزم طبي او كواشف مخبريه او ادويه عنده اياهم بالمستودع وحاططهم وبيحطوا شروط ما بيسلمهم الا كذا وكذا وكذا، وبيعرض صحه العالم للخطر. هذا ما أنا مسموح. برأيك في كميات كبيرة اليوم بالمستودعات، لأنه وزير الصحة قال خلال مؤتمر أول من أمس أنه خصص فريق من وزارة الصحة ليعملوا جردة، وجردة استمرت لمدة 12 يوم على هيدي المستودعات. عندك معلومات دقيقة حول شو في بهالمستودعات ومدى كمية الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة؟ لا، ما عندي تحديدا شو صار بالجرد اللي عملوها، بس انا اللي فيه اكده
انه في مستوردين كتار عندهم مستلزمات وعندهم كواشف مخبريه وبيقولوا لنا بكل وضوح وبكل صراحه ما بنسلمكم الا ما تدفعوا على سعر السوق السوداء. هذا واقع، ما بده حدا يروح ينبش اللي عم بيقولوه. نعم، بالنسبه لنا هذا منو مسموح منو مقبول هذا. تفضلي دكتور ميرنا. بالنسبة لنا في مستوردين وبعضهم عم بيبيعونا على ال 15-85 ككواشف مدعومة، وبعضهم عم بيبيعونا على الفريش على أساس إنه منهم مدعومين ومش رح يكونوا مدعومين، ومنهم بيقولوا لنا منبيعكم هلا ومنبعت لكم الفاتورة بعد 3 أشهر حتى نشوف شو صار. إذا هلا عم بيحكي النقيب هارون بوجه له التحية، مظبوط نحن مش عارفين حالنا، يعني كأننا نحن بين أمرين، يعني ما فينا نقول للمستورد ما تاخد حقك، ونحن كمان بدنا حقنا والمريض بده حقه كمان. طبعا دكتور هارون بعده معنا على الخط. دكتور، اليوم بالنسبة للفواتير الطبية على المريض كيف عم بتكون؟ هلا في للأسف بالفواتير المرضى الاستشفائية، يعني المريض اللي بيفوت على المستشفى للأسف الشديد أنه عم بيتحمل قسم من الفروقات الناتجة عن السعر يلي عم بيبيعنا إياه الوكيل، لأنه الوكيل ما عم بيبيع بالسعر الرسمي يلي حطته الجهات الضامنة. بعطي مثل عمليات العظم، يعني عم بيبيعونا إياهم بسعر مضاعف عن سعر الرسمي اللي بيعترف فيه الضمان وغيره من الجهات الضامنه. بقى المريض عم يتحمل الفرق وهذا شيء مؤسف، وفي مرضى كثير ما عم بيعملوا عمليات لانه منو قادرين يدفعوا هالمبالغ. في مشكله كثير كبيره. نعم للاسف، يعني اصبح الامن الصحي مهدد في لبنان برايك؟ وصلنا لهالوضع السيء؟ نحن بوضع سيء، ولكن يلي تحب وضحه انه ولا ممكن تخلي حدا يتعرض لخطر الموت او خطر عطل دائم لاي سبب من الاسباب، يعني هيدي نحن اخذينا على عاتقنا، لو مهما صار حياه المريض خط احمر، وبالتالي يعني بعدنا لحديت هلا عم نقدر والحمد لله يعني الى حد بعيد نرفع الضرر عن المرضى ونرفع الخطر عن حياتهم، ولكن في محدوديه بالامكانيات ما فينا نستمر بهالطريقه هي، عايشين على اعصابنا 24 ساعه بالنهار، هلا بينقصنا هالمستلزم، هلا هذا الدواء ما بنلاقيه، هلا الوكيل بيسلمنا، هلا ما هذه منه شغل، منه حياه هذا. صدقيني 24 ساعه عايشين على اعصابنا. نعم. خايفين على العالم، خايفين على المرضى يلي بيجوا لعنا وعم نشوف اذا قادرين نامن لهم العنايه ام لا. كثر خير الله لحديت هلا عم نمشي بين النقط وعم نمشي بالمطبات وعم نقدر نمشي الامور، بس ما فيها تستمر بهالشكل هذا. طبعا يعني الازمه كما هي على المريض وايضا هي على القطاع الصحي والاستشفائي بكامله. تحيه لكم وشكرا على هيدي المداخله نقيب المستشفيات الخاصه في لبنان دكتور سليمان هارون. عوده لك دكتور ميرنا، يعني اكان نقابه المستشفيات، نقابه الممرضين، نقابه المختبرات والصيدليات، الازمه للكل للاسف على كل القطاع الاستشفائي. هل وصلنا لمرحلة صار فينا نقول أنه الأمن الصحي في لبنان مهدد أو على القليل مهدد للناس اللي ما بتقدر تسدد الفروقات بالفواتير الاستشفائية؟ أنا من الأشخاص اللي بيضل عندهم أمل دايما، وأنا دايما عندي أمل بلبنان وباللبناني. يمكن بكرة يصير عنا شيء مفاجأة، ومفاجأة صار ويصير عنا مصاري، أنه انما اليوم هيدا تمني الكل، تمني الكل. الكل بيقول لك انه المستقبل قاتم جدا، انه نحن فتنا بنفق مظلم. اذا هيدا هو، اذا هيدي الحقيقه المره، يعني نحن بدنا نضلنا نجرب، نضلنا واقفين ونصارع قد ما فينا حتى نخدم المريض. ما في عندنا غير خيار، رح يصير في كثير تضحيات تطلب منا، والمرضى يمكن مش رح يوصلوا ل
نوعية الفحوصات أو نوعية الاستشفاء أو نوعية العناية الطبية اللي هن معودين عليها بدها تخف يمكن نوعا ما، إنما بنتأمل أنه هذا يصير بأبعد وقت ممكن. يعني هيدا النفق المظلم يلي حضرتك عم تتفضلي وتحكي عنه عمره سنة ونص يمكن تقريبا، قد ايه ممكن بعد يستمر تما نوصل تنحكي على قلب النفق المظلم ما نحكي بالانقطاع التام للخدمات الطبية؟ ما بتصور انه رح نوصل شي نهار يصير في انقطاع تام، دائما كان في عنا يعني اليوم حلول. البنزين مهدد يصير سعره اضعاف واضعاف، الدواء مهدد برفع الدعم عنه، في امل بعد بالقطاع الاستشفائي؟ في امل، في امل بتشكيل حكومه جديده ترجع تاخذ كل شيء وتضبط زمام الامور وتجرب هي تكون تقود الشعب لبر الخلاص. يعني الحل يمكن هو سياسي، يمكن هو اقليمي، يمكن هو دولي، نحن ما بنقدر نعرف. نحن بنعرف انه واقعنا كثير اليم وعم نهد وعم نهدد بصحتنا، وهيدي مثل ما قال النقيب هارون هيدا خط احمر. يعني ايضا اليوم في واقع مر دخل على القطاع الاستشفائي من سنه لليوم، وهو هجره الاطباء والطواقم الطبيه بشكل عام. قد ايه خسر لبنان بالقطاع الصحي من هالناحيه؟ انا بدي احكيك عن قطاع المختبرات. نحن منا كتار يعني كاخصائيين، مختبر عددنا 430 مسجلين بالوزاره. هال 430 في تقريبا شي 25 لحد هلا تركوا. 25 معناتها نحن كميه لا باس بها يعني، وهلا في بعضهم عم بيحضروا حالهم تيتركوا. الكل عم بيجرب يبعد اكثر شيء وقت الرحيل، بحيث ما في مثل بلدنا وما في مثل العيشة مهما كانت الصعوبات عنا، ما في مثل العيشة بلبنان. وكل هاللي سافروا وهاجروا بعدهم على اتصال معنا وعم بيقولوا لنا قديش الحياة مرة بعيدة عن الوطن، مع انه كل شيء متأمن هونيك وبوصلهم كل شيء بتمنوه من الجهة المادية، انه بيضل في اول شيء لانه ما حدا توقع تتغير الامور لهالدرجة خلال سنة فقط. مزبوط. نتأمل نحن أنه ترجع الأمور. طيب اليوم شو البديل لهذا النقص؟ يعني في عدد كبير لبأس فيه بقطاع المختبرات هاجر، عم بيتم الاستبدال بناس جديد متخرجين جديد، كيف عم بيصير في تنسيق؟ في عنا متخرجين، في عنا متخرجين جدد كمان أكيد، وفي كمان طريقة مثل ما قلت لك نحن بالقطاع تبعنا في كتير تعادل وفي كتير تبادل خبرات. يعني لحد اليوم ما صار في هالنقص الحاد هاللي موجع يعني بالدومين تبعنا. ويمكن نحن رح نشكل مثل لجنة ضمن نقابة المختبرات، نشوف طريقة لتبادل الكواشف المخبرية، نعمل مثل هاللي بيسموه يعني مثل مختبر مشترك. يعني بيصير منصير بهالطريقة نقدر نوفر الكواشف، بدل ما يفتح الكاشف مختبر صغير وما يقدر يستعمله كله، نحن منحط كل قدراتنا بمختبر موحد نوعا ما. بس هون عم نحكي بلا ما يصير في تسكير يعني للمختبرات، هون ما في تسكير للمختبرات لا ابدا. كل شيء ما بده كواشف مكلفه بتضلها تنعمل بالمختبر نفسه، انما بدنا نجرب نلاقي حل بوضع كل قدراتنا التقنيه بمكان واحد، بنشتري الكواشف بمكان واحد، والكل بيحول فحوصاته الدقيقه والمكلفه على هذا المكان. بهالطريقه بنسمح بنسمح باستمراريه المختبرات الصغيره، وبنوفر التقنيه والمعرفه من خلال اشخاص متطوعين بهذا المختبر الكبير. اليوم بس نحكي عن التحاليل الصعبه او المكلفه، شو بتقصدي تحديدا؟ اي تحاليل طبيه؟ في تحاليل بتكلفنا يعني بنشتري الأمقم التحليل والأمقم الدواء، بنشتري نقول ب $300، ونحن إذا استعملناه نعمل 5 فحوصات أو إذا استعملناه نعمل 96 فحص، هاللي إجمالا هي بيكون هيدا الكمية. زيت الكلفة هاللي ما استعملناه بدنا نزته
إذا بدنا نزت ما تبقى من الكواشف اللي لم تستعمل، كمية الكواشف اللي لم تستعمل، نقسمها على عدة مختبرات. بهالطريقة بيصير في توفير جيد جدا لهالمختبرات المنضمة لفريق العمل. قبل ما نختم وننتقل إلى فاصل، بدي أرجع مع حضرتك شوي لبداية أزمة كورونا من سنة أو سنة ونص لليوم. كيف تأثر القطاع، قطاعكم، قطاع المختبرات بلبنان بشكل عام؟ قطاعنا مثل كل القطاعات الصحية تأثر، أنه بطل يجي حدا على المختبرات مثل ما بطل حدا يروح على المستشفى. يعني الصف الواحد إذا بده يروح على المستشفى يحسب لزيارته المستشفى 1000 حساب، وكل واحد عنده فحوصات بده يعملها صار يأجلها، كل واحد عنده عملية يقول لا مش اليوم بكرة شهر الجاي. وأعرف أنا أشخاص أجلوا سنة عمليات لازم كانت تنعمل وبسرعة أجلوها سنة بالمحيط الاجتماعي تبعي. يعني إذا الناس كانت متخوفة من الروحة على المستشفيات وعلى المختبرات، كان في عندهم أولوية اسمها الكورونا. مثل ما تفتح التلفزيون تقولي كورونا، تفتح الراديو كورونا، تحكي من البلكون مع جارتك تحكي لك عن الكورونا، هيدا انصاب هيدا مات. إذا كنا بس بجول. أثر هالموضوع من الناحية المادية على المختبرات؟ من الناحية المادية كتير أثر على المختبرات. برأيك ساهم هالموضوع بوصولكم لهيدي الأزمة؟ لا، نحن كان عنا نوعا ما خدمة قدمناها هي فحوصات الكورونا. فحوصات الكورونا خلت بعض المستشفيات وقفة على إجريها، بحيث كان دخل لا بأس به للمستشفيات من خلال إجراء فحص البي سي آر. وبعض المختبرات الخاصة كمان أدخلت أموال يعني محترمة. صار في نقص من مال وصار في صار في نقص مادة من مال. مزبوط. من جهة تانية صارنا كلنا نشتغل بمجال الكورونا. هلأ خلصت الكورونا نوعا ما، إن شاء الله ما تتكرر هالمعضلة مرة تانية. إنما ما حدا بيعرف خلصت. هلأ رحنا رجعنا فقنا على الأمراض المزمنة هلأ نحنا ما اهتمينا فيها، وصفت أمراض حادة. يعني في كتير مرضى من مصابين بأمراض سرطانية يعني أهملوا حالهم، ما صار في حملات كشف عن أمراض سرطانية فترة طويلة. إذن هالفترة رح يجينا أشخاص تخطوا أول مرحلة يمكن من المرض وصارت حالتهم أخطر وأصعب. يعني بانتظار حل شامل بيكون منيح على المواطن من مال والمريض وعلى كل القطاعات الاستشفائية. أنا بدي أشكرك كتير على حضورك دكتور ميرنا جرمانوس حداد، نقيبة أصحاب المختبرات الخاصة بلبنان. شكرا لك. Thank you, Pamela. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل ومنتابع الجزء الأخير من حلقتنا. تابعين معكم مشاهدينا الجزء الأخير من حلقة مباشرة الساعة 5، وبهالقسم بينضم لنا عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان دكتور جورج البراكس عبر تطبيق زوم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير إليك وللمشاهدين الكرام. يعني دكتور، اليوم مشهد الطوابير يتجه إلى تزايد وتعقيد أكثر وأكثر، وبظل هيدا الواقع أعلن رئيس مجلس إدارة شركة كورال من شوي خبر سار إلى اللبنانيين، وهو عبارة عن إيجاد حل مؤقت لأزمة البنزين، وقال أنه مصرف لبنان أبلغ شركة كورال أنه أزمة الاستيراد وأزمة تفريغ البواخر الموجودة اليوم والتي ستصل الأسبوع المقبل أيضا ستتم الموافقة عليها وسيتوفر البنزين. شو صحة هيدي المعلومات؟ هل تبلغتوا شيء حول هالموضوع؟ يعني إذا صديق أوسكار يمين عطى هيدا التصريح معناتها عنده معلومات من مصرف لبنان، يعني وإلا كان رجل مسؤول مثله ما بيقولوا هاي. وإن شاء الله بكرة بس مصرف لبنان يجسد القول بالفعل ويمضيلهم للشركات المستوردة الاعتمادات، لأنه عن جد اللي عم نشوفه كنا بهيدي الأيام الأخيرة شيء لا يطاق.
ما فينا نحن نوصل بالإذلال إن كان لأصحاب المحطات وإن كان للمواطنين وإن كان لكل الشعب اللبناني ونحطهم بتماس وبمواجهة مع بعضهم لهذه الدرجة. إن شاء الله بكرة مصرف لبنان يكون وعي إنه وقت اللي نحن صحيح أنا كمان بدافع عن مصرف لبنان ما عنده مطبع الدولارات، بس بنفس الوقت بده يكون عنده حس المسؤولية. ما في يجي يقول إنه أوكي أنا بين ليلي وضحاها وقف أملي اعتمادات وبقطع البلد كله من البنزين وبرد البلد كله على العصر الحجري. مشان هيك أنا اليوم الصبح يعني بتصريحي كان عندي شكوك إنه هل يا ترى مصرف لبنان عم يستعمل هيدا الموضوع باللعبة السياسية كمان، لأنه ما في مؤسسة عاقلي وشخص عاقل بيقدر ياخد هيك قرارات. مشان هيك عم نقول وطرحت خطة أنا اليوم كمان إنه في عمي صرنا نحن عم نعاني من هيدا الموضوع أكثر من سنة ونص. طيب في مشكل بالدولارات وبالاحتياطي بالعملة الصعبة مخصص للاستيراد المدعوم عند مصرف لبنان على راسي وعيني. هو ينبه عدة مرات إنه نحن بدنا نوصل لشهر حزيران وما بقى عندي للاستورد. مظبوط، وأنا من شهر تقريبا بالسراي الحكومي مع دولة الرئيس بوجود ممثل مصرف لبنان طرحت هذا السيناريو إنه في حال وصلنا لحزيران ما رفع الدعم مصرف لبنان ما بقى دولارات شو العمل؟ بس للأسف ما حدا أخذ احتياطات لحتى نواجه هيدا الحدث اللي وصلنا له. اليوم عم نقول إن شاء الله نتعلم من اللي صار ومن اللي صار مع العالم على الطرقات. خلينا ابتداء من هلأ نقول شو الخطة؟ هل يا ترى الحكومة ومصرف لبنان بدون يرفعوا الدعم؟ عظيم، خلينا نحن نعلن عن خطة لرفع الدعم تدريجيا. أنا طرحت خطة على 4 أشهر وحطيت لها مقومات، إذا حابة أشرح لك إياها بشرح لك. نعم تفضل، تبعناها إلى حد ما بالبيان اللي أطلقته اليوم الصبح، هي بتتضمن 6 نقاط صحيح؟ ولا وإذا مصرف لبنان والحكومة ما بدهم يرفعوا الدعم، عظيم، فليؤمنوا الدولارات وما يزلوا العالم، ما فيهم العالم يضلوا بهذا الوضع. شو بتقول الخطة؟ نعم. الخطة بتقول، خلينا نحن نقول إذا الحكومة بدها ترفع العدم الدعم عن المحروقات فلتتوجه إلى رفع الدعم تدريجيا. نيجي نقول على مدة 4 أشهر نحن كل شهر رح نشيل 22% من المدعوم نحوله لغير مدعوم وننزل تدريجيا على 4 أشهر، لأنه اليوم مدعوم 90% من البنزين والمازوت. خلينا كل شهر ننزله 22%، نوصل بعد 4 أشهر بنكون رفعنا الدعم. بس بهيدا الوقت مصرف لبنان بيفتح الاعتمادات لكل البواخر اللي احتجي خلال هيدي الفترة. هلأ بيفتح اعتمادات سريعة للبواخر الموجودة وإن شاء الله يكون هالخبرية السارة اللي أعطاها صديقنا أوسكار يمين إنها تتنفذ بكرة وبتحللنا المشكلة فوريا على الشيء المستعجل. في نفس الوقت يلتزم مصرف لبنان إنه خلال هيدي هالفترة 4 أشهر بيفتح اعتمادات للشركات المستوردة وبيأمن لها البواخر. نفس الوقت مجلس النواب بيقر البطاقة التمويلية اللي هي صارت عنده وكل الفرقاء الأفرقاء السياسيين موافقين على هذا الموضوع، فخامة رئيس مضاها وحولها على المجلس بيقرها، وابتداء من دغري بأسرع وقت ممكن توضع حيز التنفيذ بين إيدين اللبنانيين. نفس الوقت الشركات المستوردة وشركات التوزيع البضاعة اللي عم تيجي وعم تستورد تتوزع على المحطات المتعاقدة معها بأولوية، يعني لأنه لتوصل للمواطن بدها توصل للمحطة. كل المحطات قسم كبير من المحطات عنده عقود تمويل مع شركات الاستيراد ومفروض هذه الشركات تأمن له كل حاجات وحسب العقود الأولوية للمحطات. وبنفس الوقت شركات التوزيع عندها كمان زبونات عندهم محطات ملتزمين معها بأمنوا للمحطات، يعني صاحب المحطة بده يكون عنده الأولوية اللي ياخذ البضاعة المستوردة. نفس الوقت وزارة الاقتصاد، وزارة الطاقة، المديرية العامة للنفط، منشآت النفط، الأجهزة الأمنية بتاخذ الإجراءات الصارمة بحق تجار التهريب وحتى بيوقفوا يسلمون بضاعة وقسم كبير منهم معروف، والأجهزة الأمنية بتشتغل شغلة ووزارة الاقتصاد بتشتغل شغلة. هيدي الخطة تتطلب هي مبدئيا بحدود ال 500 مليون دولار تمويل لحتى تكفينا الأربعة أشهر خلال الفترة اللي هي بحاجة لها.
انا طرحت يكون في تمويل بين بحدود ال 750 مليون. ليش؟ لانه ياخذ بعين الاعتبار ارتفاع سعر برميل النفط وارتفاع سعر صرف الدولار. هذا المبلغ صحيح مصرف لبنان راح يجي يمول فيه لحتى نستورد، بس بنفس الوقت هيدا بيرجع بيأمن لنا موسم سياحي واعي، لانه اليوم المغتربين نحن كثير معولين عنه، لانه هن المتنفس الوحيد للبنان. هؤلاء المغتربين اللي ناطرين وكل المعلومات بتقول جايين بكميات كبيره وجايين ومعهم عملات صعبه، لانه لبنان صار ارخص بلد بالعالم لهم يروحوا يشقوا على اهلهم، يزوروا بلدهم، يشوفوا عيالهم، بنفس الوقت بمبالغ بسيطه لهم بيعيشوا احسن عيشه، ببدوا احسن 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 صيفيه. هو بدهم بنزين وبدهم كهرباء وبدهم انترنت، طقس الحلو حاصلين عليه بلا جميله حدا. مشان هيك بدهم هودي رح يجيبوا لنا دولارات كمان، بيردوا الدولارات اللي صرفوا المصرف لبنان، اذا مش 750 بيردوا المليار. نفس الوقت اقتصادنا صار له سنه ونص منكمش، لانه كان عندنا كورونا وعندنا منع تجول وعندنا لوك داون، بيرجعوا بينعشوا الاقتصاد هلا ومش عم نلاقي محل. طيب برايك دكتور براكس، ما عم بيتاخذ بعين الاعتبار انه نحن على ابواب صيفيه وننتظر المغتربين وننتظر ادخال العمله الصعبه الى لبنان؟ يعني ما عم بيصير في حل سريع قبل فصل الصيف بعد في كم يوم ونحن على ابواب موسم يبدو انه واعد ولا باس فيه؟ يا ستنا انا بدك تواخذيني وما بدي حدا، بدهم يفتحوا علي النار يفتحوا يقولوا بدهم اياهم. مش قادر اتصور انه ببلد في مسؤولين ومش قادرين هن يعرفوا هيدا، وانا حتى لو هن ما كانوا منتبهين، ما انا صار لي هلا شهر عم صرخ على هيدا الموضوع، يعني سبعين ما بعرف قديش صار لي ما عم بسكت ليل نهار عم صرخ على هيدا الموضوع. هل مشان هيك انا عم شك وعم اقول هل يا ترى عم يستعملوا اللبنانيين باللعبة السياسية؟ هل يا ترى في إرادة إنه ندمر الموسم السياحي؟ طب كل 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 صيفية تعودنا من زمان، يا ضربة إسرائيلية، يا انفجار، يا مشاكل، يا هلا جينا السنة الماضية كان في كورونا وكان في انفجار، هلا جينا قصة المحروقات. يا عمي ما المغتربين برا عم بيشوفوا على التلفزيونات هالطوابير على المحطات، ونحن عنا عالم وعنا قرايب وعنا أصدقاء عايشين برا وعاملين برنامجهم يجوا على لبنان، قسم كبير بلش كل دقني إلى أهل دقني إلى أصحابه عم يدقق تقولنا نجي ولا منلغي؟ هذا الشيء أي مغترب بده يجي، أي سائح بده يجي ينطر كل نهاره بس ليعبي نتفل بنزين بسيارته، بدل ما يجي يقوم الصبح يكزي ينزل على البحر يركب سيارته يروح يشم الهواء بلبنان. يا عمي المغترب انا صار لي قديش بصرف، المغترب اذا مش جاي دقوا له قولوا له تفضل كب الطياره وتعا. هيدا الموضوع اللي انا ما عم بقول هل يا ترى عم يستعمل بالسياسه. مفروض وهون بناشد كل المسؤولين السياسيين وحاكم مصرف لبنان وسائل الاعلام وكل الافرقاء السياسيين الثانيين، مفروض نعطي خطاب اول شيء للمغترب على نروق هلا بهيدي المرحله الصيفيه، نروق خطابنا السياسي، نعطي نشجع المغتربين ليجوا، نامن لهم هالشويه بنزين وشويه كهرباء ليجوا يصرفوا دولاراتهم، ليرجعوا ينعشوا المطاعم، ينعشوا المحلات التجاريه، ينعشوا الاوتيلات، ينعشوا الاقتصاد بالبلد. قديش صار لك انت مش شايف محل مجوهرات مش فايتين عليه؟ قديش صار نسبه الزبونات اللي عم بتفوت عليه؟ محلات التياب قديش صار نسبه الزبونات اللي عم بتفوت عليه بالمكان قبل؟ اللبناني ما بقى قادر يفوت يحرك الاقتصاد مثل ما كان يعمل قبل. نعم عندنا هلا مرحله ثلاث اربع شهور. نعم روقوها شوي. طيب دكتور، يعني اليوم كيف بتفسر وجود شركات التوزيع المستمرة بتوزيع المحروقات على محطات البنزين وأخرى مش قادرة؟ سوري بعتذر لأنه قطع. كيف بتفسر استمرار بعض شركات التوزيع بمواصلة عملهم وتوزيع البنزين والمحروقات إلى محطات البنزين؟ عم تسمعنا؟ عم بس هلا رجع الصوت. ايه نعم تفضل. نعم سمعت السؤال. كنت عم بسألك كيف بتفسر يعني اليوم استمرارية بعض شركات التوزيع بعملها والبعض الآخر لا؟ ايه وفي محطات كمان فاتحة، في محطات مسكرة، شيء طبيعي، لأنه
كل الشركات لأنه مستوى المخزون عندها منخفض، لأنه أصلاً كان في انخفاض بمستوى المخزون اللي عندها، وبنفس الوقت صار في تأخير بتفريغ البواخر. عم يضطروا الشركات يقننوا بالتوزيع، مش هيك تلاقي شركة بتفتح نهار بتسكر نهار. اليوم كان في شركات فاتحة عم توزع، بس كان في شركات مسكرة امبارح، الشركة اللي كانت مسكرة اليوم كانت فاتحة امبارح وبدها تفتح بكرة. ونفس الوقت عم بيصير مع محطات البنزين، هون بتوجه للمواطن، دائما عم بتوجه للمواطن، عم بقول له المفروض تعرف انه صاحب المحطة وقت اللي عم يضطر يفتح 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات بالنهار ويرجع يسكر، مجبور ليعمل إدارة مخزون، لأنه البنزين اللي عم يجي نهار وعلى 3 4 أيام ما عم يجي شيء، مجبور يأمنوا على عدة أيام، يوزعوا على عدة أيام ليوزعوا للتوزيع. نفس الوقت ملزم يوزع كميات صغيرة لكل زبون ليقدر يغطي ويشمل أكبر عدد ممكن من العالم، لأنه مش معقول تعطي. دكتور نحن ما عم نقدر نسمعك، يبدو انه في مشكله من عندك، يمكن انعمل ميوت. رجعنا معك، تفضل. نعم ايه تفضلي، ما سمعت سؤالتي اليوم. يعني كنا ذكرت عن موضوع احتكار مادة البنزين والمازوت، واليوم يعني يتوسع هذا الاحتكار على صعيد الأدوية والمواد الغذائية بشكل عام بلبنان، ولكن بما يخص المحروقات هل عم بيصير في مراقبة على المحطات لمنع احتكار مادة البنزين؟ كيف يعني عم تتعامل الجهات الرقابية بهذا الموضوع؟ يعني مفروض الجهات الرقابية اللي على رأسهم وزارة الاقتصاد بمعاونة الأجهزة الأمنية دورها، وما حدا في يمنعها تروح على المحطات تراقب إذا في احتكار ولا لا. هيدا حق شرعي للمواطن، وهيدا حق لو ما معه حق صاحب المحطة يحتكر البضاعة لأنه بضاعة مدعومة. هلأ لو بضاعة مش مدعومة كان فيها تفسير كبير، لأنه بضاعة مدعومة حق المواطن يطالب فيها. بس هون عم بتواجه، هون عدة مرات عم بتواجه وعم بيصير إشكالات على المحطات. وقت اللي وراح أرجع فسرها، وقت اللي المراقبين بيروحوا على محطة اللي هو مسكرة ما عم بتوزع بنزين، وبيشوفوا إنه صار لها يومين ثلاثة مسكرة ما عم بتوزع بنزين، بيفحصوا الخزانات وبلاقوا عندهم 70 و80 و100 ألف لتر، حقهم الشرعي يقولوا هيدي محطة محتكرة البنزين وبياخذوا فيها الإجراءات، وهذا عدده نادر وقليل بين أصحاب المحطات. الأكثرية الساحة من أصحاب المحطات هي جزئين، جزء محطات الله يساعدها، وخصوصا محطات الأطراف مثل محطات عكار، محطات لبقى، محطات الجنوب، ما عم يصل لها بضاعة بالمرة، عم بتضلها مسكرة. هون رح يوصل مراقب، رح يطلع يلاقي المحطة مسكرة، رح يفحص الخزانات يلاقي ما عنده بضاعة. وهذا جزء من الخطة اللي أنا عم طالب فيه، إنه مفروض يتأمن لهم بأولوية بضاعة. بس كمان بيروحوا على جزء تاني من المحطات، اللي بيروح بيلاقيه عم بيوزع بنزين، عم بيوزع ب 20 25 ألف لكل زبون، ما له حق يفوت يلزم صاحب المحطة ويعملوا استعراضات وعرضات. وشفنا مؤخرا عم بيصير ببعض المناطق بتفوت شرطة البلدية بتحتل المحطة وبتصير توزع لكل زبونات، تعبي عم بجنب كل الريزرفوار. ما معهم حق، هني ما بيعرفوا بالمصلحة مثل ما نحن بنعرف فيها، لأنه البضاعة بعدي عم بقول بدها تتوزع بكميات صغيرة لتغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين. مش معقول زبون مواطن يكون خزان سيارته مليان وواحد تاني سيارته مقطوعة مش قادر يمشي فيها. نفس الوقت حتى لو راحوا عم حطة وشافوها مسكرة، بس كمان بنهار وزعت 10 ساعات واضطرت تسكر، حتى لو عنده بضاعة بده، لأنه هيدا عم يعمل واجباته. هيدا الأجهزة الرقابية مفروض يكون عندها شوية لرجس. طيب شو الإجراءات اللي عم تخدها الجهات الأمنية تجاه المحطات المقفلة ولكن خزاناتها مليانة؟ هاولي عم يتحول على المحكمة، هاولي بروح على القضاء، فيها إجراءات صارمة. يعني عم بيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع بالقانون، لهم حق. هلأ أنا بعد ما عرفت حدا من المحطات بهيدا المثل صار في مشكل وشيفوه هيك، بس بالقانون لهم حق وبيحب يتحول محكمة. إنا
حتى هلا في قرارات من المحافظين ومن وزير الداخليه بمنع تعبئه الجالونات كمان لحتى، والمديريه العامه للنفط انا بشكرها كمان اليوم للمره اللي ما بعرف قديش كذا مره بتنبه عن خطوره تخزين الجالونات بالبيوت، ومش هيك نحن بنرفض ونحن طلبنا قديش، ومن قبل ما تطلع مذكرة التعميم من وزير الداخلية نحن كنا عم نرفض نعبي جالونات لأنها عم تتخزن بالبيوت أو عم تنبيع على أطراف الشوارع بالسوق السوداء، لأنه لها طريقة معينة لتخزينها. هذا خطر، ما بينحط بنزين بالبيوت، بالعكس يعني لا خطر. دكتور براكس، قد ايه برايك اليوم ارتفاع سعر صرف الدولار عم بيزيد المشكله ويزيد التقنين بالمحروقات؟ يعني اليوم شفنا الدولار تخطى ال 15,000 ليره، برايك ايضا هيدي الزياده فوق المشكله؟ شيء طبيعي، لانه اهم عامل كلنا بنحكي، وانا اول واحد تخبين من سنه بلشت اعمل سيموليشن على سعر صفيحه البنزين في حال صار رفع الدعم، وعامل عدة دراسات إن كان رفع الدعم 15% أو 50% أو 60% أو 100%. في عاملين ستنا أساسيات لتركيبة السعر بجدول تركيب الأسعار واللي بيحدد سعر صفيحة البنزين أو المازوت. أول عامل هو سعر برميل النفط، ثاني عامل بلبنان سعر صرف الدولار، هودي الباقي عوامل ثابتة، كلفة الاستيراد والشحن وعمولة صاحب المحطة والنقل، هذا كلها واتفاق دي عوامل ثابتة. عاملين أساسيات هي سعر برميل النفط وسعر صرف الدولار. كل ما سعر برميل النفط ارتفع حكما سعر تانكية البنزين بدها ترتفع، وكل ما سعر صرف الدولار ارتفع حكما بده يأثر على جدول تركيب الأسعار. أنا مثلا عامل، وهاني عم بقول ما عم بقول تانكية البنزين بدها تصير هيك، بس عم بقول في حال تم رفع الدعم نهائيا عن تانكية البنزين، وفي حال سعر برميل النفط صار بال70 دولار مثل ما هو اليوم 72 دولار، وفي حال سعر صرف الدولار صار بال15000 ليرة كان سعر صرف الدولار، تانكية البنزين بيصير حقها بحدود ال170000 ليرة. هلا في حال بكره صار سعر صرف الدولار 25,000 ليرة حكما بنصير بغير أرقام، بس كلها سيناريوهات، ما حدا يطلع يقول لي دكتور براكس قال سعر التانكي بنصير هيك، لا كله سيناريوهات. بكرة إذا صار سعر برميل النفط نزل ل30 دولار رجع ترجع يكون غير أرقام، إذا الدولار رجع نزل ل10,000 ليرة بصير غير أرقام، وإذا سعر برميل النفط صار بمية كمان بصير غير أرقام. دونك هودي العاملين اللي هو سعر برميل النفط وسعر صرف الدولار هن المتحرك الأساسي بجدول تركيب الأسعار، بيحدد في حال رفع الدعم شو بيصير سعر التانكي. يعني إن شاء الله أكيد ما نوصل لمسألة رفع الدعم اليوم دكتور براكس، يعني بظل هيدي الأزمة المواطن غاضب وعم بيصير فيه يعني احتدام بين المواطن اللي ناطر دوره على محطات البنزين مع العمال على المحطة وأصحاب المحطات. شو بتتوجه بكلمة للمواطن اللبناني يلي فعلا غاضب من كل هيدا الوضع السيء اللي وصلنا له، تا يعني ما نوصل لمواجهات أمنية بين المواطنين وأصحاب المحطات؟ وأنا بشكرك على هيدا السؤال، لأنه للمرة المليون بتوجه للمواطن وبرجع بقول له الله يساعدك على الذل اللي عم تنزله. ما نحن مواطنين، نحن أصحاب المحطات مواطنين مثلنا مثلك، مثل ما عم تنزل وعم توقف بالصف قدام الفرمشيات نحن عم نوقف بالصف قدام الفرمشيات، مثل ما عم توقف بالصف بالسوبر ماركت عم نوقف بالصف بالسوبر ماركت، ومثل ما عم توقف بالصف لتعبي تانكة بنزين بالمحطات نحن عم نوقف بالصف لنجيب البنزين على محطاتنا لنقدر نبيعك إياه. الإذلال مشترك بيناتنا، ونفس الوقت مثاقبة إنه نحن على تماس وعم واجهة معك مثل الصيدلي عم واجهة معك. مش نحن مش جايبين بنزين، مش نحن محتكرين البنزين، نحن ما عندنا بنزين لأنه السبب الرئيسي هو الدولارات الغير متوفرة بمصرف لبنان، مش نحن، نحن على أعصابنا وأنت على أعصابك. مش إن هيك، نحن بدنا يكون في رواق من قبلك وتتفهم إنه صاحب المحطة وقت ما عنده بنزين مش قادر يعطيك مش هو السبب، هو ضحية مثله مثلك. وقت المحطة بتقول أنا هلأ صار بدي سكر، صار لي 10 ساعات عم وزع بنزين
وبدي انا اضطر سكر لخلي بضاعه لتاني نهار وريح ترومبيتي احلى ما تحترق الموتورات الترومبيت. بدك تتفهمها كمان لانه هي ضحيه مثلك عم تتعامل مع الوضع مثل ما هو. وبنفس الوقت وقت عامل المحطه بيقول لك مش قادر عبي لك الا ب 20,000 كمان بدك ما تلومه لانه الكميه الباقيه اللي عنده بده يوزع 20 لك و20 ل 200 زبون غيرك للكل يكون في شويه بنزين بسياراته ليروحوا يجوا ليكون نحن صار عندنا حل بهيدا البلد. وبدي زيد كلمتين بعد ما بديش كثير اتاخر عليكي على برنامجك فيما يتعلق بسياسه الدعم على كل مستويات السلع اللي عم تدعمها ان كان بالمستلزمات الطبيه ولا كان بالادويه ولا كان بالمحروقات او حتى لو بالسلع الغذائيه. ما في اذا بعد في شيء مدعوم انا عم بقول للسلطة للحكومة ولا مصرف لبنان لأنه اثنيناتهم فريقين فريق واحد هلأ كل حياتنا اليومية معلقة فيهم. اعملوا خطة واضحة خلي صارحوا اللبنانية صارحوا الشعب صارحونا يا عمي شو السياسة تبعكم بهيدا الموضوع. بدكم تشيلوا الدعم عن الأدوية بدكم تشيلوا الدعم عن البنزين والمازوت وعن كذا قولوا اعملوا خطة مثل ما أنا عملت خطة هلأ يا خي أنا مواطن عادي عملت خطة طلعت فكرة يا قولوا ولا فكرة مضبوطة هيك لنمشي فيها يا أنتوا طرحوا وحدة تانية بس ما فيكم تضلوا متفرجين على إذلال الشعب وعلى انهيار التحلل هيدي الدولة وانهيار هيدا البلد. ما فيكم تضلوا متفرجين عليكم مسؤوليات الشعب أو كلكم السلطة لتحكموا ولتديروه. وعم بحكي عن كل السلطة بلبنان من ضمن مؤسسة مصرف لبنان ومؤسسة القضائية والكل. مفروض ما فيكم تضلوا متفرجين. القضاء ما في يضل متفرج على التهريب والمصرف لبنان ما في يضل متفرج على إذلال المواطنين. انت بدك تلاقي حلول مش شغلتي انا اطرح عليك حلول انت نعم. بدك تلاقي حل. انا شغلتي اقول لك ما فيك انت ترد البلد على العصر الحجري وما فيك انت تضلك ماشي بسيات إذلال المواطنين. صارحون نعم. عملوا خطط قولوا بعد 3 اشهر 4 اشهر 5 اشهر نحن بدنا نشيل الدعم. ما بدكم تشيلوه أمنوا الدولارات. هلا إذا أنت سخنتي من ثابت قلبك أو أنا سخنت بنروح على المستشفى. طب إذا بدنا عملية ما في بنش كيف نعمل؟ نعم يعني على أمل دكتور أنه يصير في حل يرضي جميع الأطراف. أنا بدي أشكرك كثير على هيدي المداخلة عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان دكتور جورج براكس. شكرا لك. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختام حلقة مباشر الساعة 5 لليوم. أنا برجع بلاقيكم بتمام الساعة 8 إلا ربع ضمن النشرة المسائية. إلى اللقاء.